يا لك من شنقيط. يا لك من شنقيط. جملة قالها الممثل عبد المنعم إبراهيم للشاويش عطية في أحد أفلام إسماعيل ياسين القديم. طب يعني إيه شنقيط ومين هم الشناقطة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي، فيلا بينا. في عام 1300 هجري وفد إلى الأزهر الشريف أحد الشناقط، قادم من بلدة اسمها شنقيط بدولة موريتانيا، وهو الشيخ محمود التركوزي، وبيطالب بتعيينه إمام للغة العربية علشان حافظ القاموس المحيط للفيروز أبان، القاموس اللي بيعتبر أشهر معاجم اللغة العربية كلها. وبعد ما خلصوا اختباره صححوا كل النسخ الموجودة في الأزهر على حفظه هو. ولما انتهى من تصحيحاته رفض محمد عبد خروجه من مصر غير لما يصحح كل كتب اللغة العربية الموجودة في الأزهر. ومش بس كده، ده عمل له كمان مرتب على مراجعته دي. وطه حسين اتكلم على الشيخ في كتابه الأيام باسم الشنقيطي، الشناقطة اللي سخرنا في يوم من الأيام من اسمهم وبنقول شنقيط، هم خزنة وذخائر علوم المسلمين لغاية وقتنا ده. لك أن تتخيل إن في البلدة الصغيرة دي الطفل ما بيكملش 16 سنة غير لما يكون حفظ 1000 بيت من علوم الشعر وست كتب من علوم اللغة والأداب وعشر كتب من المتون الفقهية بالشروح بتاعتها كمان، ده غير طبعا كتب الحديث، وده الولد العادي مش الموهوب. يعني واحد هيقول لي امال الموهوب بقى حفظ ايه؟ اقول لك حفظ كل اللي فات ده بالاضافة الى الكتب الستة ومتون المذاهب الاربعة وبالاخص المالكية وشروحها وكتب الاداب والقاموس المحيط ولسان العرب، ودي لوحدها مجلدات اكتر من 100 مجلد. فسبحان ربي العظيم، الموهبة اللي وهبها ربنا سبحانه وتعالى للشناقطة ملهاش مثيل ولا في اي زمان ولا في اي مكان. فحفظ الله سبحانه وتعالى بهم العلوم والدين وجعلهم خزنة وذخائر لدينه. فرضي الله عن كل شنقيطي بما حفظ في صدره من علوم المسلمين. وبس كده، أنا خلاص خلصت. سلام عليكم.